دكتور عامر متخصص في تربيه النشا. مش عايزين تعليم ومشاكل التعليم. شلت هنكمل لعب والغلب مستمر. مجد الهواري يستعين بابنائه بسبب مسلسل دايما عامر. كاريزمته بسم الله ما شاء الله. ما تفوتنيش اي حاجه ليها علاقه باولادي. افندي ما تقول لي استاذ حمامه احسن. فرحان جدا ان معالي الوزير الدكتور طارق شوقي بيتفرج علينا ومركز مع المسلسل وبيدينا دعم على فكره بالكلمات دي شكر مجد الهواري وزير التربيه والتعليم المصري طارق شوقي اللي اشاد باهميه مسلسل دايما عامر واللي بيتابع الجمهور من خلاله في رمضان المشاكل والازمات اللي بيتعرض لها الطلاب سواء في المدرسه او البيت. دكتور عامر قيام. صباح الخير. جلوس يا ولاد. اتفضلوا. وإشادة وزير التربية في العمل ما كانتش الوحيدة، فهو حقق نسبة مشاهدة عالية وقدر إنه يكسب الرهان في الموسم الرمضاني ويجذب شريحة كبيرة من الجمهور. رد الفعل كان هايل فوق ما أنا متخيل. يعني يمكن قلت إنه الناس هتبقى زهقانة قوي من طول السنة مدارس ومدرسين وولادهم وبتاع، فلو جبت لهم ملف التعليم ده هيقول لك يا عم بقى كفايه خلينا نستمتع برمضان والاجازه والكنافه، مش عايزين تعليم ومشاكل التعليم وبتاع. بس اتفاجئت انه لا والله ده الناس مبسوطه وردود الافعال بتزيد يوم بعد يوم الحمد لله. دكتور عامر متخصص في تربيه النشا. كاريزمته بسم الله ما شاء الله. ولان موضوع التعليم سبق وتقدم باكتر من عمل على مدار السنين، فكان مجدي محتاج انه يحضر لمسلسل دايما عامر بشكل كبير ومختلف، خصوصا انه سبق واتكلم في اعمال قبل كده عن التعليم زي افلام الناظر والباشا تلميذ. اول مره زي ما بيقولوا اضرب غطس جوه التعليم نفسه، مش مجرد العلاقه بين المدرسين وبعضها، لا مدرسين وطلبه ومشاكل. دلوقتي الجيل اختلف ومشاكل التعليم اختلفت. الطالب مشاغب ما بقاش زي الاول، ولا اللغه ولا الثقافه ولا الاتيتيود. ده ما يزعلش طبعا الولاد نفسهم ان احنا بنفتن عليهم. شلت هنكمل لعب والغالب مستمر. انا بقى هوريكم مين اللي غالب. وعشان يكون مجدي قريب من الجيل ده ويفهمه بشكل صحيح ويقدم المشاكل اللي بتحصل لهم وكأنه عايش معاهم، كان لازم يستعين بأبنائه وتجاربهم الشخصية في المدرسة. أنا قعدت أركز إن ما تفوتنيش أي حاجة ليها علاقة بأولادي واللي بيحصل لهم دلوقتي في ملف التعليم عشان أعرف أنزلها في المسلسل، لحد مشاكل التابلت والمشاكل اللي حوالين صحابهم والمشاكل النفسية والمشاكل اللي في المدارس. ده أنت جهاز ما عندكش دم صحيح. لو قلت شفت جهاز قبل كده عنده دم يا فايز افندي. افندي ما تقول لي استاذ حمامه احسن. طبيعي ان الواحد الفنان يهتم بألسان حاله، فبيطلع القضايا من اللي عايش فيه عشان يوصل للناس. واحد اثنين ثلاثة أربعة ونص خمسة. الله أكبر الله أكبر، اللهم صل على النبي. والملفت في كواليس مسلسل دايما عامر إن معظم فريق تصوير العمل كان من الشباب، واللي حب مجدي إنه يعرف الجمهور عليهم من خلال إي تي بالعربي. محمد وأحمد ويوسف غسان فارس ومريم. ربنا وفقني في العمل ده ان يبقى معايا كرو عنده وعي بالشوت والمشهد اللي بيصوره، مش مجرد انه بيشتغل وخلاص. فكنت محظوظ مش قوي بس تمام يعني. حبيبي يا استاذ حبيبي. انا اقدر اقول لهم فرحانه بيكم قوي قوي قوي. هي دي بالظبط. وبما ان مجدي احتفل بفريقه على طريقه زوجته السابقه غاده عادل، فرحانه بيكم، فأكيد كان لازم نطمن منه عن غادة بعد الوعكة الصحية اللي تعرضت لها في الفترة اللي فاتت. والله تمام، هي كويسة الحمد لله، مسافرة هي اليونان، وإن شاء الله ناخد الولاد ونسافر إحنا كمان بعد في الأجازة. أما على صعيد المشاريع القادمة فقال لنا إنه بيحضر لفيلم جديد، وكشف لنا عن تاريخ عودة عروض مسرح كايرو شو اللي سبق وقدم فيها مسرحيات زي ثلاث أيام في الساحل، الملك لير، وعلاء الدين. كايرو شو راجعة إن شاء الله بس بعيد الكبير بإذن الله. لا لا، إحنا مدرستنا مش كده خالص. استنى عشاء بالله.